صباح الخير عليكم في الفيديو الجديد، في التراجي الجديد. التراجي دي شحال ولكن وجد لي دابا عاد جات الظروف ان شاء الله باش نتحركوا. انا دابا يلا في مطعم ديال محمد الخامس، كنتسناهم يفتحوا باش نشيكيو باطاج السويق ديالها ولا بان لكم. يلا غنشيكيو ونسيفطوهم ونشوفوا ديك الساعه تفاو نديروا الاجراءات اللي باقا لينا. خليكم معايا باش نكملوا الفيديو كامل، حيت واحد التراجي لواحد البلاد زوينه كنت كنوجد لها بشحال هادي تقريبا من قبل ما تدخل كورونا ولا تكون شي حاجه سميتها كوفيد. ودابا عاد جات الفرصه. الحمد لله. اول هروب الماكر، الهروب الماكر هو صدق. ان شاء الله الوجهه دابا هي اسطنبول. من بعد من مورا اسطنبول كاين بزاف 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 ما غادي نكتشفوا، بزاف تراجيات، بزاف المفاجات تما كاين. المهم اخوان اللي باقي ما ابونيش فهاد لاشين يتابونا فيها، وزدعموا خوكم ديك لايك، ما تخسر والو، لايك، وتشجعونا، نقدروا نشدوا فوتين بواحد من تما كنت تصور في الصين العظيم. أنا دابا في اللعبة فين كنتسناو الطيارات، واحد اللعبة زوينة عجبتني هنا، هنايا ما تحتاجش تخرج تقلب على حالنا ولا شي، كتريح وسط الحال، ساكا متناقضة، دروسة داكشي كامل كاينين هنايا، اللي كيبغي ياخذ التدخين ديال المغرب واخا ما كنصحوش بيه الله يعفو عليهم ويهديهم. هادشي اللي كاين، الروايح، شي لعيبات ديال الماساج ليه، الطيارة فين كاين الدوش ما كاين بزاف غادي الشبان راه كتسنى فينا، دايرين معانا الربعة ونص غادي ندخلو. دابا يا رب باقا واحد ساعة المكانة باش نركبو، و تما عشان غنصور ليكم. كملوا معايا الوجهة تنوصلو لإسطنبول ونشوفو عشاني الترونسبور كيفاش غنديرو الركب، حيت غادي بوحدي ساك صغيور كاميرا بيسي نتوما اللي مونسيني فيه، الساك باكطاج اللي هو الضرب ديالي راه دفعناه دابا راه طلع في العماري. كيف ردوا عليك كدوز بزز منك وسط الحوانت، لا ما تعكاز تقول غنمشي شي الكوميرس نوصل ماركوتين والكوميرس ديالهم كيخلوك بزز منك كتبني انت داخل وسط الحوانت. حنايا دابا يلا دخلنا اللعبة معبر السعادة، هو اللي عنده شي فور هذا هو معبر السعادة ديالو. تاو دابا نطلعو الطيارة، خليكم معايا كملو، ما عرفتش هادي وقع لا خصنا نهبطو، نهبطو مازال نجح.
لقد تمت العملية بنجاح. احنا الى غاية في مطار اسطنبول سنسى شخوة طريق الناس كل شيء نادو بشرطة ونقول لك ساعة ناخذ الباجاج كاشي ولينا عرق الرحلة الحمد لله الامور تيسرات كاملة في كازا داست بخير هنا يا كاشي هنا طبعا ديال اسطنبول اللهم يسر في اجراء الدس عادي الديوان ما دسش عندهم تمي يجي عندهم قالوا لي صايبو في كازا شي نديرو لكازا مشيت لعند البوليس دوزت عادي كاش عليا المغادره ركبت حنا جينا لاسطنبول اسطنبول والو ميسر هكا تجي عنده كيشوف فيك ضاحك معاك كي كاش بو فواياج انا كنستنى الباجاج نستنى الباجاج وخرجت ديك الساعه نشوف المركوب اللي غيديني للوسطى اللي غنباش فيه اليوم اخيرا حطينا اقدام ديالنا في اسطنبول انا قدام لاريبو امشي نشوف داك الكار فين هو يبان لكم ليا سميتهم هافاناس هادو هما اللي كيدو التقسيم والسلطان احمد باش من تما كاين غادي نشوف نشوف المترو اللي غيديني حتى الوسطى جوج واول هنا بلي سخون عندهم خليط الرباط بارد وجيت لهنايا الدعوه سخونه علم ماشي ترانسبور الجزوة هون أول حاجة لاحظت دابا هي الجزوة دابا ركبنا في داك الهافاني بيس ولا يدي من التقسام شكيت قولي الدراري بلي في بلي الترام ما غيبقاش وغيدير ليا مشكل إلا كان الترام مشيت تما كاين نشوف شنو ندير دابا حنا الله وصلنا لديك القنطرة اللي كتفرق بين معرفتش اش كتبان ليكم ولا لا اللي كتفرق بين اوروبا واسيا دابا حنا قاطعين الجهه الاوروبيه المهم حنا دخلنا لاوروبا واخا ماشي برو ماكس انا دابا يلا وصلت للساحه ديال التقسيم او بلاتي او الجامع اللي مشاو لساحه التقسيم هو وداك التمثال او التمثال من مورا هذيك اللعيبه التماثيل اللي مشاو لساحه التقسيم الشارع استقلال نشوف دابا هي المترو ولا الترام فين كاين اللي غيوصلني الفاتح منطقة السلطان أحمد وخا بانت يدي خاوية وقال لهم حوش غنلقى المترو باقي خدام ما غنلقاش بلاصة أحسن من هادي اللي نختم فيها الفيديو البارح وصلت لوسط المعطل بغيت نصور لكم وصورت شي لقطات في معمول واحد مول الطاكسي ركبت معاه حيت ملقيتش ترونسبور في ساحة التقسيم المترو والترام سالاو وصلت من داك داك طحت عليا هكا دوك لقطات اللي صورت ما لقيتهمش دابا جيت نصلي في المسجد ايا صوفيا شوفوا هنا في فين نختم لكم هذا الفيديو اللي عنده شي سؤال ولا اي حاجه مرحبا في لي كومونتير اللي كيعرف شي بلايص زوينين هنا في اسطنبول ولا في تركيا انا راه جاي في الله عندي واحد التراجم ديالي ديجا متراسي ولكن ما نديرش لي ديتاي ديال لي ديتاي ندير غير مدن كبار اللي غنمشي ليهم شي غنمشي ديك المدينه ونكتشفها يعني هكاك بالصدفه اللي باقي ما تابوناش في هاد لاشين اول مره يشوفني دير ابوني ودير ديك لايك دعموا اخوكم بلايك شحال ما كانوا ديال لي لايك بزاف شحال ما غتزعموني نضرب طراشي تزوونين يلا تشاو